نتابع هذا المقطع الذي صوره أحد النشطاء ويظهر فيه مواطن يعمل على إصلاح ما تعطل في أحد الشوارع. نتابع معا. السلام عليكم أصدقائي. طبعا هذا الرجل صار عدة مرات أفوت منه ألقاه يصلح بالطسات، هو طريق زراعي. أنا بصراحة صورت أنه هو يعني قريب على المكان أو أنه مستفيد، يعني ما أدري. أنا هسه أحد الأشخاص قال لي لا، هذا هو يجي يومي على البايسكيل، ما أدري البايسكيل ماله وين، ويصلح بالطسات. شوف هاي خطية كلها مصلحها، هاي كانت نقرة. يعني ما أدري، أنا حسوي لقاء ويا ما أعرف يقبل أصوره لا ما أعرف. السلام عليكم، شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ ما ادري، انا ممنون منك والله. الله يسلمك، شلونك؟ الله يسلمك، انا اصورك ترى. شلونك؟ الله يعافيك. ما ادري، انا هسه قبل شويه، انا قبل يومين فتت منه شفتك تصلح طسه، مو صحيح؟ اي نعم. زين، جبتها من هناك وجيت لهنا. وانت ما مستفاد من عنده يعني؟ لا والله ما فايت عليه. وطريق زراعي. والله فتت رحت للفاتحه بالسنديه وظليت مثل ما قال، يعني تزقلب انه شلون هالطريق هذا هالشكل، وناس عندها مكاين وناس عندها شفلات. فالبارحه بالليل جبت الماكينه وكربته، ظلت عندي بس هي هاي الطسه وذنيش سهلات، فكربته واليوم من الصبح ان شاء الله جيت عليه. يعني شو اقول لك انا يعني؟ يعني يعني ما ادري. والله اقول لك، هو الانسان خمو نايم على ظهره، تعادل تمن وش اسمه، ونام على ظهره ويجي يطب الجنه، غريب هذني. الله بارك الله فيك.